في الأردن، محدودية مصادر المياه والطاقة، تحد يواجه النمو الاقتصادي، تهيئة البنية السليمة وتأهيل الكوادر الفنية يتصدران أولويات الحل. مشروع تعزيز التدريب لتحسين الكفاءة في قطاع المياه والطاقة تويد، المنفذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ وبالشراكة مع وزارة العمل، جاء لتطوير مهارات العاملين ورفع كفاءتهم المهنية ليكونوا رافداً أساسياً لسوق العمل في الأردن. هذا التدريب كان جداً مهم، كان في إقبال جداً كبير من قبل الموظفين لأنه كان هو ببلش بعد ساعات العمل. الإشي الحلو فيه إنه بيغطي الجانب النظري والجانب العملي. مشروع تويد عمل على تعزيز التشاركية بين القطاع العام والقطاع الخاص في مجال التدريب المهني من خلال تأسيس المجلس الوطني للمهارات القطاعية في مجال الطاقة والمياه، والذي عمل على تحديد الاحتياجات والتدخلات المستقبلية في القطاع. وأيضاً هذا المشروع ساهم في تعزيز ثقتنا نحن كأصحاب عمل في القطاع الخاص بمزودي التدريب المهني، خاصة بعد ما لمسنا الفرق في مهارة موظفينا بعد مشاركتهم في التدريب من حيث إلمامهم بمكونات أنظمة الطاقة المتجددة، وهذا انعكس بشكل ملموس على زيادة كفاءة العمل وجودة النظام. تلبية للطلب المتنامي على الموارد البشرية الماهرة لمشاريع قطاع المياه والطاقة، عمل المشروع على تغيير الصورة النمطية عن التدريب المهني، كما قام بعقد دورات خاصة لتدريب المدربين لضمان استمرارية نقل المعرفة وتوسيع أعداد المستفيدين من التدريب. من خلال مشروع تويت أخذنا دورة خاصة لتدريب المدربين، والتي من خلالها تعلمنا كيفية التواصل ومعرفة القدرات الشخصية لكل متدرب بيجي عنا على شركة مياهنا. وعلى المستوى الشخصي صار عندي خبرة أفضل ومعرفة أفضل بجميع أنواع شبكات المياه المستخدمة مثل البوليإيثيلين والدكتايل والستيل، وميزة كل نوع منها وأين يمكن استخدامها، بالإضافة إلى الحماية الواجب توفرها في المواسير من الداخل والخارج حتى تخدم فترة زمنية أطول. مع أنه أنا عندي خبرة 5 سنين في مجال الطاقة الشمسية، إلى أنه هذا التدريب زادني معلومات وخبرة، وخصوصا في تصميم أنظمة الطاقة الشمسية. أهم في هذا التدريب أنه أهلني لشهادة مزاولة المهنة الصادرة من مركز الاعتماد وضبط الجودة، اللي بفتح لي آفاق جديدة وفرص عمل سواء داخل الأردن أو خارج الأردن. بعد الدورة التدريبية صار عند الشباب معرفة بالمعايير الدولية للخلايا الشمسية، واكتساب معرفة بتمديدات الكوابل الرئيسية للAC وللDC، واكتساب معرفة تتعلق بمناهل الإرث وآلية تركيب مناهل الإرث، والحصول على أفضل جودة ممكنة لنظام الطاقة الشمسية. وصرت ألاحظ أنه صار عندي توفير في المواد الأولية عند عملية التركيب. لقد تم تأهيل 700 فني من خلال مشروع تويد، ليشكل القيمة المضافة لتطوير واستمرارية الشركات العاملة في قطاع المياه والطاقة، ونواة لاستقطاب الاستثمارات الخارجية في المنطقة.